متابعي الأوفياء، مرحبا بكم في قناة أنا جيت. هنا على ضفاف واد أبو رقرق، وهنا برج محمد السادس. برج محمد السادس تبعتوا معنا الأشغال ديالو منذ البداية، وحنا غاديين معكم مرحلة لمرحلة. آخر مرحلة اللي بقات معنا كاينين جوج، مرحلة ديال البوديوم واحد، وهذا المرفأ السياحي ديال اليخوت فين وصل. تبعتوا معنا طريقة ديال البناء اللي استعملوا فيها الحفر ديال الأساسات، المضخات اللي كانت كتخرج الماء، كانوا هنايا واحد أربعة ديال المضخات كبار، العملية ديال بناء الباركينغ على جوج، والعملية فاش جابوا لينا كوفراج غرامبون، وشتو الطريقة ديال البناء ديالو من الأول حتى الآخر، الطريقة ديال بناء ديال التغطية وكل حاجة في بلاصتها. جميع المراحل ديال البناء برج محمد السادس راه كاينين عندنا في القناة أنا جيت، من البداية إلى النهاية، من دخلت البي 6 حتى دخلوا لنا الهنود في عملية ديال الغلاف ديال هذا، وداروا له التست. مشروع ديال هذا المشروع ديال داروا لي واحد العملية عجبتني بزاف، شدوا لينا وداروا العملية ديال الجمع ديال المياه، داك الماء ديالته ما يخرجش لا الماء ديال الحمامات ولا ديال المطبخ ولا ديال كل شيء، غيبقى مجموع فيه الداخل فيه باش تتم العملية ديال سقي هذا المحيط ديالو كامل. جنبات كاينين هنايا جوج ديال المشاريع كبيرة من هاد الجهة اللي من هنايا، كاين عندنا الميناء الترفيهي واحد، وكاين عندنا القنطرة جوج. هنايا في القنطرة من بعد ما تمت العملية ديال الهدم دازو لينا للمرحلة الثانية، وهي ديال فونداسيون. في الفونداسيون هنايا داروا لينا الرومبلي بروفيزوار، في الرومبلي بروفيزوار عمرو الويد من الراس حتى للراس باش تتم لينا. هنا غيدوزو مراحل، هنا كما كتشوفوا في القنطرة الكبيرة اللي محسوبة على المكتب الوطني للسكك الحديدية، عندها جوج ديال الدعامات الجسرية، جوج ديال ليكولي، وعندها ستة، واحد جوج ثلاثة ديال ليبي الشوفيطرات بالفندوات كما كتشوف هنايا. من بعد ما غيساليو لينا المرحلة الأولى اللي متبعين معنا، هادي ديال هاد المرحلة ديال الفونداسيون ديال الرومبلي بروفيزوار، غيدوزو لينا العملية ديال لي بيل، غيحفرو لي بيل، كيديرو البلانداج، كيديرو البلانداج، كيضربو البلانداج ديالو باش كيديرو لي بال بلونش. هنا لي بال بلونش غنشوفوهم، خليتهم اخر مرة كانوا ضربوهم هنا بالجنب على جوج مرات من الود ومن اللي، شوفوا الطريقة ديالتهم. ومن بعد كيحطوا لينا لي بيو، كيديروا لنا الشفيطرات، وعملية هي هنايا في هذه النقطة اللي من هنايا ديال أشغال حماية وتهيئة واد أبي
ابي رقرق، كاين اللي كيقول لي ابو رقرق، كاين اللي كيقول لي ما تقولش ابي رقرق. الوكاله، وكاله ابي رقرق، تحيه لهم كاملين. مشروع من المشاريع اللي غيكون عندنا فندق كبير، راهو ما راه دوروا عليه القصدير ديالو، واحد الفندق اللي غيكون فخم وكبير بزاف، وغيكون فيه فيه تم مدرسه ديال التكوين، هادشي ديال تابع ليهم. وكاين عندنا العمليه ديال التشطاب، صافي راه شطبوا هذيك الدنيا من اللي وحيدوا داك الروينه اللي كانت تما كاينه، وداك داك الشعر بحال هكا، داك الربيج اللي كان بحال هكا، بحال داك الشيء ديك الطحشيره اللي كانت محشره في تما كاينه جيته المسرح، وداك الشيء صافي شطبوا ديك الدنيا ريقلوها بحال. وعندنا هنايا، وعندنا هنايا واحد الشيء اللي من اللي فيها فيها البلاصه ديال الرابا مول، غيكون واحد المول كبير باش نوريكم، باش نوريكم انا عاوتاني جيت لكم من الرباط. غادا تكون واحد القنطره من الضريح على شكل زد، باش كتهود لينا باش كتهود لينا الجهه ديال مرجان ديال الموشات وحده، وغتكون عندنا القنطره الثانيه ديال الموشات من جهه المسرح اللي غتخرج لينا الدوليز. المهم داكشي كلشي غادي نشوفوا القناطير فين غيحطوهم، وغادي نشوفوا كل حاجه في بلاصتها، غير ما تزربوش حاجه بحال هنايا. عندنا ليكيب ديال شو، راه حطيت لكم الفيديو ديالهم البارح، حطيت لكم الفيديو ديالهم البارح ديال ليكيب ديال ديال فريقنا، هادو فريق ديال ان جي او جينيرال روتيير، تحيه لاسماعيل وفعلا يوم الخميس، حتى انا كندير فيديو بنهارو، كل نهار فيديو ديالو، كل نهار المسائل ديالو، كل نهار باش كيبقى داكشي غادي عندي بالسيستم النهار. ما كتعرفش تكون عاوتاني شي تغيرات شي حاجه، راه حيت هنا في الرباط كيكون غادي بسيستم طق تيتقلب سيستم، كيكون غادي سيستم طق تيولي سيستم، كيكون غادي بواحد الاستراتيجي شي تيقلبوها كون طريقه ديالك ولك الاخر تخرج هكا بهذا البروغرام. كاينين الناس هنايا مسيرين الرباط تسير استراتيجي، لا تحزنوا فان الرباط في ايادي امينه. هنايا هنايا خدموا لينا الله رديتو البال شي العمليه ديال الترويض ديال النار، دخلوا لينا دخلوا لينا هنايا كامله ديال دخلوا لينا الردم الاحتياطي شو هنايا الرومبلي بروفيزوار، وخلاو لينا واحد العين، خلوا هاد العين هي كيوسعوا فيها، وعندنا واحد العين اخرى هنايا بقات باش يبقى لنا الكيلو، يعني عندنا سته ديال لي بيل وجوج ديال لي كيلو، وعندنا هذا هذا دخلت لينا الماتيريال ديال السونداج والماتيريال ديالهم جهدين، هذه اللي كانوا خدموا بها في السوق ديال الخضره، هاد الآلة الآلة العجيبة الغريبة. غنمشيو لكم لهنايا، هنايا البارح كانت ريح قوية، هنايا غنجيو لكم باش تشوفوا لي بال بلونش فين وصلوا واش داروا بهم، وغنشوفوا الطريقة ديال الخدمة ديالهم. إذا نهاية الأشغال ديال مابقاش كيبانوا لي الحريفية فوق من فوق من البوديوم، صافي البوديوم أوكي، البوديوم أوكي. وهنايا القنطرة كيدخلوا الدراري من التحت وكيمشيو هذوك الحريفية ديال الحريفية ديال جينيرال روتيير. هنايا مدوا الجزر ديال النهار بدا كيبان لكم، هو بدا كيطراسي شوف فين ولا كيطراسي، كيضرب على هذيك البلاصة تيطلع ويهبط وطلع وهبط. وهنايا هادو ديال الما ديال الشتا، هذا الما ديال الشتا ديال هاد البلاصة. هنايا غيكون عندنا نفق هنايا، صافي راه كلشي راه ديز ديالو، كلشي ديز ديالو في احسن الاحوال. هنايا صافي اتصالات المغرب بوزارة الشغل ديالها،
شوم هذوك لي بال بلونش شوم فينا هما ضروبين تما ماكينه صافي ومشاو على الجن بحال هكا على الجن حتى الراس اللي راك شفت الخدمه ديالهم كيفاش داروا اليوم صافي واش رجعوا عليهم دوبل شوم داروا لهم واحد الدوبل وعاد صوبوا هنايا واحد الحيط اخر نمشي لكم من عند جينيرال غوتيير ندخلوا معنا في هذا الفيديو اللي مازال ما شافش الفيديو ديال جينيرال غوتيير هنايا هادشي ديال الفيضانات نحطوا لكم في اول تعليق فيديو كان رائع ممتاز نمشيو لكم لهنايا لاباس هادشي بخير الله يسر امرك وهنايا عندنا ليكيب ديال النار متابعي الاوفياء خديتو فكره عرف شنو كنخلي لكم على خير وما كان غير الله الوطن الملك ونمشيت.